فيكم من جديد وسنة سعيدة مليئة إن شاء الله بالصحة والنجاح والفرحة. اليوم معنا هذا العود الجميل رح نسمعه اليوم بعد شوي إن شاء الله. مواصفات هذا العود: الوجه من السيدر، لاحظوا معي الوجه من السيدر زي ما قلنا. بالنسبة للرقمة مزخرفة بالصدف زي ما أنتم لاحظين معي. بالنسبة للزند المسطرة عفوا هي من الأبانوس. عندنا كذلك المفاتيح كذلك من الأبانوس، النوع الممتاز. نيجي للظهر، الظهر من الورد والوينجي، الورد اللي هو طبعا اللي هو مايل على أحمر طبعا، والوينجي اللي احنا معروف لونه أسود هيك جميل. بالنسبة للأوتار هي من اللابيلا دوزان فافا. بالنسبة للزند العياري في هذا العود، طبعا تحدثنا كثير عن ميزة الزند العياري، قلنا انها بتحمي العود من التقوس مع مرور الزمن، مجرد شد ورخي من هون، وكذلك بتتيح للعازف التحكم بالدوس اللي هو بعد الوتر عن المسطرة بكل سلاسة. احنا صراحة مطينها شوي اليوم، هي زي ما قلنا دائما الحد الطبيعي هون بتكون 5 ملي، 4 الى 5 ملي، هون بتكون 1 إلى 2 ملي. طيب خلينا نسمع صوت هذا العود اليوم ونستمتع فيه مع بعض. نبدأ، راح شوي نقسم على مقام الراش قسمنا عليه من قبل، والله اليوم يعني من شوي كنت أدندن على العود وأبحرت شوي في هذا المقام. مقام العجم عشيران، راح نبدأ بالعجم عشيران وبعدين نشوف وين ممكن نوصل. نبدأ. معلومة بس للعجم عشيران، هو نفس العجم بس من السي بيمول، تمام؟ Thank you.
انتم ملاحظين قاعدين نتدرج، احنا تدرجنا من القرار شوي شوي، نزلنا هلا بعد شوي راح نروح لمنطقة الجوابات وجوابات وجوابات ونكتب ان شاء الله نكمل. نروح لشيء مختلف شوي مثلا، يلا الجوابات. الجوابات آخر شيء الآن، ونقسم بجو مختلف ونختم. جو تأمل شوي ممكن. Thank you.
نحن نكون وصلنا لختام عرض هذا العود. ان شاء الله نكون استمتعنا فيه مع بعض. هيك انا عن نفسي استمتعت. خلينا نعمل الاختبار الاخير من جراك العواد والعزف على الفينجر بورد كامل. نبدا للقلب وهادي وبنفس الوقت واضح. يعني مش واطي، لا واضح. يعني هدوء مع وضوح صوت، يعني ما في ضجيج، ما بتسمع ضجيج بالنغم، عرفت علي؟ يعني بتسمع النغمة واضحة وصريحة وبتعبي الجو وبتعبي الأذن، يعني بتعطيك إحساس جميل زي ما انتوا لاحظتوا معي أكيد. هو جميل كثير، النوتات نظيفة وصريحة. هذا الصوت جميل، ويعني كل شيء فيه حلو، كل شيء فيه حلو زي ما انتم ملاحظين. شكله جميل وصوته جميل، وهذا اللي بنبحث عنه كلنا اكيد. تمام، تمنياتنا بالتوفيق للجميع والى اللقاء.